أن إخواننا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين في إفريقيا بدأوا يستفيقون من غفلتهم وعلموا بأن فرنسا تأخذ خيراتهم وتقوم بالنعرات الجاهلية فيما بينهم حتى يتناحرون ويقتتلون ولا يهتمون بما تقوم به فرنسا من سحب خيراتهم إلى بلادها. ولذلك لما فاق الشباب خاصة الكهول في هذا الزمان بدأت فرنسا تنسحب شيئا فشيئا رغم أنفها. إذن لا شك أن في المقابل ما تقوم به تركيا يختلف تماما. تركيا تفيد الآخرين وتستفيد منهم، وفرق بين من يفيد ويستفيد وفرق بين من يستفيد هو ويضر أيضا. لا أقول لا يستفيد الآخر، بل يستفيد هو ويضر من يستفيد منهم. أما تركيا فهي تفيد وتستفيد وتقدم لهم هذه الخدمات الإنسانية، ولذلك الدور الآن تلعبه تركيا بهيئاتها الإغاثية وبهيئاتها الدبلوماسية وما إلى ذلك.